الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسي صدح لباتنات درسي شلي بين الشيقين رقم كيس وها درسي لبين لباتنات باب شفاعتي درسي نوح كساب سيهاي شفاعدة قرآن كوصقي شفاعدة وديدي أحكامتها شفاعات ولا هي شفاعات واحد دليل تاي مقصود كي وجدت باب كلا قال لي هي والله بدي باب كهر هي مقصود كي لقى الله هون أن كمال الخالق وعجز المخلوق دليل على التوحيد وبطلان الشرك. أما أن من دلائل التوحيد وبطلان الشرك حيباء الدليل التوحيد كحق نمديس واجب نمديس يبادل لمدى الشرك حكم إذا كمال الخالق خالق لما يستيرن كيس ونقص المخلوق وعجزه إيه نقصان تكترت مخلوقا يا ود الرديس مركا الدليل الدليل هذا سكم إذا يوم باب كان وش هاي مقصود كباب كوا حوي بيان أن ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة وحده دون غيره دليل على أنه يستحق العبادة وأن عبادة غيره باطلة. أن ملكه سبحانه وتعالى إلى هاي الله أنشاء ولي الشفاعة شفاعة يسوى ويسكليه وحده كريدي دون من سواه وعد أن يسقى أن شفاعة أن يحب كل هاي والدليل على أنه يستحق العبادة وحده والدليل تهي أنه عباده كريدي حق له وأن عبادة غيره باطلة عبادة عدك للعابدان أين تهي باطل مقصودك كوباد الباب كاللقي واكا سود كوباد باب كوا لهان شاء إلهي وشفاعة اللي هي كليدي وعدك الآن اللهيني عدنان الشفاعة قادي كرين عدو إلهي وفصح موياني وحد دليل طهي إنو إلهي كليدي عبادة حق لي عبادة عدك للعابدانين طهي باطل مقصود كلابات باب كلاقل لي هي وإبطال أعظم شبهة تعلق بها المشركون إبطال أعظم شبهة تعلق بها المشركون وإلا بوريو بعد الميدة لموتشيو شبهة أوين المشركين توا يكون لغين الشرك قودة يكون سببيين إبطال أعظم شبهة تعلق بها المشركون وما حيش شبهة داسي وحي نقص أمرت الشبهة داسي القواعد الأربعة وهي أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله شبه هذا سواء محي مشركين تو يكون لغين شرك قد يكون سببيين وهي أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله وإن وحيابها أن إلهي سو كده عابديان أي إلهي أكتي سو شفع قاضيان سببت عابديان أي طاي ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة قواعد الأربعة بين قصارهم مركا لنا هذا ورويدين كان قرصان إنه إلهي كليدي ربي يهي محاذو عابودي سان وعي لهاي وحن دوين إلهي نودويان وحن دوين إلهي اكتسان وقشف عقا هذا وأعظم الشبهة من شبه المشركين شبهة هسي لا زالت قائمة حتى اليوم إلا ما أنت نويت هاقنتي وكوا ضدك دينتي بريئة حق ورعية والنذرية مركا لرادم يايدين أبورين ما يقى ربية ما يقى واحد بحين كرا وحيورانا يان انبضانوا كميدي مايا هذا محادو بريسان محادو دوافسان محادو قورعيسان محادو نذريسان وحن دون إنا إن إلهي هرتين وغشا في عقادان وكان مقصود كالباد باب كالقل لي هاي وإبطال هذه الشبه والشبه هذا نوع عاسية إلا بوريو
مقصود كادم بوحى الشيغي شيخ سليمان بن عبد الله وحفيد المصنف كتاب تيسير عزيز الحميد وحر لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديال الشفاعة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها شفاعة إلى هايين إذا شرك قبل وقيسي أي الدمع عود إلى هاي كتشري وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون الخلق من أن يكون للخلق من دون ولي أو شفيع أن يعني الخلق يشان بدون شفيع قادة يدو إلهي أنو إدمن إلهي والدين تاس إلى آخر كلامه الشفاعة لغة من الشفع بيكتمي من الشفع وهو الضم الواحد إلى الواحد شفع هو مد مد اللوجي والله يسكول ما أنا يلا با وهو ضد الوتري شفع يقول حكسور كذا وتري كليدة شفاعة فلان بفلان هبل يهبل بان سكول راي ونسكول ما أنا فكأن شافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له كم حاشا فعل له يري بريضة نوعنا يقفك وقفك لإلهي وبريايه وحاشا فعل له يري وحي كدق أنت هاي سؤاشا كإلهي اللي أبريه لو شفع قاضي إياك شفع قاضي سؤاشي سيلا بدأ سؤالات بالي سكو داري قصي إلهي سبحانه وتعالى لقو بري شرعيان شفاعاته ورر وين صار قنا وطلب الشافع من الله وكشفع قاضي إلى إلهي كدلبه حصول نفع طلب الشافع من الله حصول نفع كشفع قاضي وإن إلهي كدلبه نفع وحاصله للمشفوع له كلو شفع قاضي ومحيء وحاصله بجلب خير له إن خير لو كانه أو دفع ضر عنه أما الدباتين لقد دفاعه طلب الشافع شفع قاضي وطلبك وطلب من الله إلهي وكضلب وكبريه حصول نفع واحترين وحاصله للمشفوع له كلو شفع قاضي أو حاصله بجلب خير خير يوناق لو كانك أو دفع ضر أما دباته إلا قد دفاعه إذن مر هذين روى طلب الشافع سؤال الشافع نوال ورنك راهي الشفاعة هي نوع من أنواع الدعاء شفاعة هو نوع كم إذا بريضة وكان شفاعة قاضية وحكى لصمين مايو كان وشفاعة قاضية يوم بإله وبرية ملك الله النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين تي دنبياء السمية نار تكون قلبه شفع قاضي وحكى لماها إلهي سبحانه وتعالى أبرية والإله هو نار تكسو صر واتاس قار تشنده قلبه شفع قاضي سيأي درجة درجة كسر تشنده وقلال معنى يدوى محي إلهي هو أبرية إلهي هو تشنده قلبه درجة درجة كسر ريس السي طهره ودفع ضر تضمنه محي وجلب نفع وهي الشفاعة التي يذكرها علماء التوحيد هي شفاعة عند الله شفاعة لقشة كتب التوحيد كي عقيدة وشفاعة عند الله وشفاعة إله اكتس لك شفاعة قاضة عيد إله الله بريه هذا شفاعة لنا أما شفاعة عند المخلوق فهي مذكورة في كتب الفقه أما بريضة عيد مخلوق الله بريه وحلوه ويديه يدو واحد كل حصان تهاي كتبتا فقيقا كتب التفسير نوال قشيك وما يشفع شفاعة حسنة في سورة النساء مركا هيدا سوكال الله فسيره
هذا تكتئب من كتصالحان قف شركة هايستا وقف عند كتير هذا وني وقف كان شقصي هو شفاعة لكن شفاعة كتب التوحيد لقى قاعد ليا وشفاعة عند الله شفاعة الواردة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان شفاعة الروح السي قرآن كي السنة مركا لقى يقدين عائل الصغي إلا الديدي والله بالنوع والله بدي نوعين الكسوار لقى كتاب كي القواعد الأربع النوع الأول هو شفاعة المنفية الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى وشفاعة إلهي وديدي ويردع ميسو وهي شفاعة معبودات المشركين لهم وأين يشفع عقادان مشركين وهي عبودين يشفع عقادان تولى الديني شفاعة معبودات المشركين لهم تولى الديني وكذلك الشفاعة لأهل الشرك والكفر سيدة بي لا يحد ديدي ضد كفر هي الشرك كل انطي إن لا شفع عقاده وهي عابده ينو شفع عقاد مايو نبي نو شفع عقاد مايو قف صالح نو شفع عقاد مايو والباب كذا لحر شفع على مجر التبالين فما تنفعهم شفاعة الشافعين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة النوع الثاني وشفاعة المثبتة الشفاعة التي أثبتها القرآن الشفاعة القرآن كو الصغير مترتو كدقي وهي الشفاعة وهي شفاعة الأنبياء والصالحين لأهل التوحيد بعد إذن الله وهي شفاعة الأنبياء والصالحين لأهل التوحيد بعد إذن الله وشفاعة أنبياء يددك صالحين تاي أو شفاعة قاضيان لأهل التوحيد ددك التوحيد كل انتي قوار ما يشفع قاضيان بعد إذن الله بركو إلهي أرنك أو أقول هذا أو فصحه دبدين وهذه الشفاعة لا تتم إلا بشرطين شفاعة دهني مدى ما يستير ما يسيلها لبشر دي لها الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع شرط يكوبات وإن إلهي كشفع قاضي أو أقول هذا إن شفع قاضي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشرط الثاني نوى محي ورضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وإلهي نرى لك أنه قال الله شفع قاضي الله شفع قاضي إلهي هو أقول هذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لا لبدا شرد الله له ولا يرضى الله الشفاعة لأحد إلا لأهل التوحيد قف أهل التوحيد ميانا قف كلنا الله شفع قاضي إلهي فصيح مايو رالينا كنا غن مايا ومصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب خمسة أدلة شن دليل أي بابك الشاغي الدليل الأول قول الله تعالى إلهي أولي وأنذر دك به قرآنك وقدك أي بالقرآن الذين كوي أدك يخافون كبقي أن يحشروا أن يجمعوا إلا صور ريو إلى ربهم ربي قد حقي سيلو صور ريو ليس لهم حالان أصغنين إيقا من دونه إلى سكدي ولي أي قريب مدودو وقرابا نمو حقو ترى إيه ولا شفيع مدو شفيع قادانان أصغنين لعلهم يتقون وعلى الرجين يا مركز قرآن كوكو الدكتور إن إلهي الدين تيسا كل رقمان والتقوى يكسي فوبان واي
آيادنا الكاي نقدت السينيسا أن الشفاعة ملك لله شفاعة إنو إلهي إسكالي إياهي وجه دلالة الآية على مقصود الباب وحويان في قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع ففيه نفي أن يكون من يبتدئ الشفاعة دون إذنه في قوله تعالى ولا شفيع نفي أن يكون من يبتدئ الشفاعة دون إذنه ولا شفيع وحديد يا قولك إلهي إلا هلو من شفاعة اسكبرابي كره وعدو شفاعة قالة يدو إلهي سبحانه وتعالى أنه إذن ففيه نفي أن يكون من يبتدئ الشفاعة دون إذنه مركا مركا للي ولا شفيع هل هذا نفي للشفاعة مطلقا شفاعة قبي قد ما ترتمي على لي لا يمكن سورة قال معطاء سالما وركر وايو لأن هناك أدلة أخرى تثبت الشفاعة أدلة كلا آيات ترتوى شفاعة الصغيصة بركا شفاعة لا ينفي لياواته ما هي الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة دون إذن الله شفاعة دعاء يدو إليه أنو أقولان شفاعة داس أي آيات ديديس يعني لا تكون هناك شفاعة إلا بإذن الله مركا شفاعة لديدة يواتي هي الشفيعة لديدة يا وعلى لديدة ينقف شفاعة قاضو يدو إلهي وإدمن إن شفاعة دعاء يدو إليه أنو إدمن فالشفيع المنفي هو شافع دون إذن الله مركا لليه ولا شفيع شفيع ملها ما هم عريض عيدبه وما شفيع قاضيسه اللي مؤمنين باب اللي قاعد لي صباح قال لك ما عاد لهينه اما انو حويه عيد وشفيعه قاضيس يدو الهي انو ادمن ما جرتو خلاصه معنا عيد مخو نقنيا لا تكون هناك شفاعه الا باذن الله وهذا الدليل على ان الشفاعه ملك لله تسير ما هي الدليل تاي شفاعه انو الهي اسكلي مرهضان الشفاعة نعهين إلا إلهي وقل هذا ومن كان مالكا للشفاعة هو المستحق للعبادة كشفاعة إسكالي إسكا عبادة حق له ومن لا يملكها لا يستحق العبادة مذا شفاعة قادي كرين إلا إلهي وفصحنا عبادة حق ماله ملايكة ما شفاعة قادي كرين إلا إلهي وفصح رسول شيء أنبياء ما شفاعة قادي كرين إلا إلهي وفصح صالحين شهداء من نما شفاعة قاضي كرو إلا إلهي وفصح ما ردان شفاعة قاضي كرين إلا إلهي وفصح تسمح لي دليل طاي إن أنا وحب الله هين وأنا عباده حق الله هين نعم مرك هذه الآية تنفي استقلال المخلوق بالشفاعة وحديد إسا مخلوق إنه لقون إنه خذوا مضح بنان هذا شفاعة تسيد إسا وحنا التلمام سألنا لا يشفع واحد إلا بإذن الله قفنا إلى الشفاعة قادة هاي إلا إلهي سبحانه وتعالى وقل هذا وهي هاي وأنذر الإنذار ومحي والإعلام المقترن بالتخويف الإعلام وقيسين المقترن بالتخويف اللحل يرسم بققلين وفك هدي وحل وقيسيه وقيسين تانا إلا صعوتين لعبسي قلين أيو تاسا إنذار لين هذا والضمير في قوله وأنذر به يرجع إلى القرآن وحددك اللو قد ديقى يوامح لوغو ورام أيه اللو قبق قلين أيه والقرآن ولينا معنى يوامح قريب الدليل الثاني قوله تعالى إلهي ولي قل واحد ترى هذا لله إلهي أو قرى أي الشفاعة الشفاعة وصغناتي جميعا حالا إدان طاي نوعي ذي دوردن إلهي بإسكاله أيضا وحكو ترى علماء يقانان حسرقة وجاري مجرور كيبا لسوهر مري سوهر مري انتا سمحيتو سينيسا حسري ففي الآية حصر الشفاعة
في الله شفاعتي لغو كوبي إلهي سبحانه وتعالى. وتم توكيد ذلك بقوله جميعا كوبست إلهي شفاعتي لغو كوبي اللي يريد صغو قراله محال قسيادك يوليبا جميعا بالقسيادك ودان جميعا لورن لاين وحال نعي كاري لايدين دادك قاري رادان إلهي شفاعوين كقار كود بولي قار كودنا عدك لا شفاعة قاضي صالح لكن وركب سي لو سو افجر محاليدي جميعا نوعي الشفاعه دو دن الهي اسغا يا اسكره وجد دلاله لا على مقصود الباب ايدنا الكين نغ توسينيسا مقصود كبابك اي نغ توسينيسا فيها ان الشفاعه ملك لله وحده وعد سينيسا شفاعه الهي او قري انو اسكليه ولا يملكها أحد سواه إلهي عدان هينين شفاعة مله وعد شفاعة قادي كرتامة شرته عد إلهي أفصح مويان. وإذا كان الأمر كذلك لا يستحق العبادة إلا من يملكها ولا يستحقها من لا يملكها مرد الشفاعة إلهي وقل أوليه تام حكى بلا ريسا الله شفاعة كليدي له إنه عبادة حق ليه عدا شفاعة الله إننا عبادة حق ملح وإن أري الشفاعة قاد كرين حي دليل طاي دليل على عجزهم ونقصهم حي دليل طاي تقدر هذه نقصان تود ما ردي سجناته إن تقدرين نقصان إليهن وح تقدرنا نقصان له عبادة حق ملها إنما يستحق العبادة الكامل القادر على كل شيء وعبادة حق له كما يسكترا وحو البناء أود وليب معنا وحصيات كين يا وحكوه الرئيسة أم اتخذوا من دون الله شفعاء وأنكر الله عليهم اتخاذ الشفعاء من دونه إلهي محكو إنكر المشركين كوى إليه وإن وشفعاء قاضيا وشفاعة هايستاني بحين كران إن السماء يستين بو إلهي كو إنكرا سوى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قولا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وحانوا تلمامي كوا إلهي وإنو شفعاء قاضيا إن أنا وحباب الله ينبا لا يملكون شيئا لا شفاعة ولا غيرها شفاعة يمتك لطور ماله أخبر الله أن معبوداتهم لا تملك شيئا لا تملك الشفاعة ولا تملك غيرها على سبيل الاستقلال وحنا عابد يعني لا وحوش شيء إن أنا الشفاعة الله هاي وحك راسي مدح بنانا يقول ليه إني متيرته ملك مطلق إليه وهذا الدليل على عجزهم ونقصهم بس إن ما حد دليله تمر الداني وحي لا هنشي سلم مدح بنانا يبان وشرين شفاعنا أنا اللي هاي نيجو وأنا إسكشف عقاد كرين وحي دليلو تاي نقصان تودا يتاك دردودا تاسو الدليلو سينو مالمان بس هو ودني أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة شيء عبادة إن أنا حق الله ركا الله مكان كتشرا لله ولا من الملك شفاعة وملك لله إلهي بإسكاله فطلبها من غيره سفه إلهي عدان عين شفاعة لقد دلبا وعقل الدروي وقف با وحان لاين بعد ويدي سنس دراديو كوراده كوران شيخ ما قاعد محوا سهيبو فوق رسي تك سويلا يا ايمان سهيب فوق ما له محد ويدي سنس كشفاعة إلهي لها تك مخلوقات ويدي سنس يا ساسو ما كدغين ضد بلا عقل وي خرافات كعقل كدلي إنما يطلب الشيء ممن يملكه الشيء قيال له ويديسته عدة لبا له ويديسته الدليل الثالث جميعا نمحيط سنسا أن الشفاعة المثبتة أنواع شفاعة القرآن كوصوغي إن النوعية هاي نوع قرآن هاي وأن هذه الأنواع كلها لله نوعية دورنا إن إلهي أولي جميعا
وهي الدليل الثالث وقول إلهي ويري من وكما ذا كان الذي كاسو يشفع شفاعة قاضية عند ولاية اكتس إلا بإذنه إلهي أقول هالشي سينو كشفاعة قاضية موياني كمنتو واسم استفهام والاستفهام للإنكار استفهامتنا هل كوحيوت بالديدمو ومحل الديدية أن يكون هناك من يشفع إلا بإذن الله إنو تشيرمت شفاعة قاضية يدو إليها أنو أقلان كمعنى الآية وامحي دين صوكوبنا لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله من شفاعة يساقو لما رحبنانو يساقو إسكالهو إسكاها إستا ومركو دونا إسكا بلابا يعيدو دونا وشفاعة قاضية ما تشيره حتى كو شفاعة قاضية قرب شفاعة قاضية مركو إلهي سبحانه وتعالى وقراض مركا آيات دوالكين نغا تسوين إسا مقصود كبابك مقصود كباب كوها شفاعة إنو إلهي اللي يهي عيد كلانا آنا إلهي تاسيني أي دليل طاي إنو عبادة كليدي حق اللي عيد كلانا عيدان شفاعة آن لهينينا إن أنا عبادة حق اللهين وحين نغا تسوين إسا أن فيها نفي الشفاعة إلا بإذن الله ayaa dari wax diiday shafaaca inay dhacdo iyadoo ilaahay aanu ogolaan waada dalil ala anna shafaa'ata milku lillah tasina maxay dalil u tahay shafaa'ada inuu ilaahay leeyahay waman kana malika li shafaa'ati istahaqa al ibada waman lam yakun malika laha la yastahiqu al ibada ka shafaa'ada iskalihi saga ibada haqu leh ka shafaa'ada aan lahayni لكن شيء سوى مرة ما يستر نودي شفاعة وقضب وما لها لكن مرة دا لكن شيء سوى نقصان أي كتيرت لا يستحب العبادة وإذا كانت الشفاعة ملكا لله حرم طلبها من غيره مرة دي شفاعة إلهي أولي هاي حرم غنسة إلهي عدان هاين إن لقد ضلبه ومحين صوى مرة مركين مريني باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن الدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر صوما إله إلا قبريه وإله موينعتك مخلوق إلا قبريه عدان إله إلا قبريه وإله موينعتك لأن أود الله إن الشرك تاي وحيابا إله موينعتك لأن اللهين بحنتو دنان أود اللهين شفاعة كميدة إذن شفاعة من نول يمن دنتيتون لما ويدي سنكر وما ورن كرتدي شفاعة قاط إلهي أمبا سبحانه وتعالى ويدي سنكر داداس يا الذي ذا كل كتب التفاسير تا إكاد لين أركضوا عرادين داد واسم إشارة الذين ونعتي بوطي أركودنا واحد هذين ذادو من طاي للركب من طاي ومن ذا وحي سكجر دي جنتاي كلمة قرة مركم فايدين إسه قال واحد هذين الذي ذو ذاد يبدل كطاي كله إسكام سائل دقيقة لكن أنا واحد إسكام الرئون كانوا معلين إن الذي ذو إنه نعتي وطاي ذاده يعني من وكم بينري ذا كان الذي كانوا يشفع شفاعة قاضية عنده ولا يكتسه إلا بإذنه الدليل الرابع وقوله إلهي أولي وكم من ملك إمسا ملك في السماوات السماوين كقصغن ولا تغني آني ترى هين شفاعتهم شفاعة الشيء وحباني ترين حتى هذه الشفاعة قال شفاعة وحبا ترى ما يسوى بيعو الداش إلا من بعد أن يأذن الله إلهي مركو فصحو شفاعة قاد كدبديد مو يعني لما يشاء كودانه وفصحه ويرضى كاين لو شفاعة قادة رالي وكنغله فكذا هذا المحيط سنسى في هذه الآية أن الملائكة مع قربهم من الله وما لهم من المنزلة العالية
لا يملكون شفاعة، أن الملائكة مع قربهم من الله يقوى مخلوقات إلهي ودو، وما له من المنزلة العالية يدوى يشرت إلى أكتن سين الدرجة سر كليهين لا يملكون شفاعة، شفاعة ما الله أيه، ولا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله، عدنا وما شفع قاضيان إلا إلهي سبحانه وتعالى إن وفصحموا يعني إلا من بعد إذن الله ورضاه. وهذا دليل على أن شفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره. تسمح لي دليل طي شفاعة إلهي لي وعدك الآن إلهي. وإذا كان الأمر كذلك وجبت عبادته وحده، مردوا إلهي شفاعة كليد لي كليد إلا عابده واجبه، حرمت عبادة غيره عدك لي إلا عابده أنا وحاران. وإن شفاعة الله يمحي دليل طاي دليل على كماله، مخلوقات كلها الشفاعة الله يمحي دليل طاي دليل على عجزهم ونقصهم. وإنما يستحق العبادة الكامل ولا يستحقها الناقص. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول نقلا عن ابن كثير في تفسيره: والرب هو المعبود. نعم مركا ملائكتي حق بضنيت إلهي أدويت إلهي أكتيس الدرجات كلها هيد حضار الشفاعة الله هين وأنا ملكي هين أنا الشفاعة قادي كرنا إنه إلهي وقل هذا وعيدوا إلهي إلا شفاعة قادرها لك نقضي وشفاعة قادر مو يعني وحيطة تصير ساعد كلنا هذا الكيد بالداوية أصنام إيو ضد لنطي إيو صداس. نعم وكوا عنان العنانان يكون وعقل الدردو دا لموتشين إيو وإيو محي لنرد الدين يشو بهدو دي محي لآيان أصنام تنوح نوع عابدين إنه نوشف في عقادان هؤلاء شفعونا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. كسال لي أصنام تينا نسكداي ملائكتا حق وين نول حق وين إلهي أود ودر كذا صار له ما شف في عقادي كرا إنه إلهي وقول هذا مو يعني بركات سيدي أصنام يدوم كشف في عقادس يا أموات يا ضد نتيه أيضا واحد كلا شروط الشفاعة المثبتة والإذن إلا من بعد أن يأذن الله أيضا كور رئيسنا إذن كويتوس هي الشرط قال بعضها الرضا. طيب سؤال بارد ويديني يعني هذه شفاعة تهي دعاء مجرد دعاء قال هو شفاعة قادي اللي ادعي إلهي اللي هو بريه وحن إلهي ميانو بحين كارين يدو آن آخرة مركا لطيوه يدو عدنا عن عدو شفاعة قادي وحين مقصود كإلهي إنو تشدية شفاعة ما المقصود من مشروعية الشفاعة المثبتة في الآخرة أيه إكرام الشافعي هل يقصد لي القواعد الأربعة والشافع مكرم بالشفاعة وعلى موتشين يا درجة ديسة يا منزلة ديسة يا موتشين يا الدليل الخامس وقوله تعالى إلهي ويري قل واحد تراني محمد ادعوا يا الذين كو زعمتم اشيغتين اي انهم الهه ان معبودات يهين من دون الله اله سبحانه وتعالى سكدي مركا امر كاني وامر تعجيز وتوبيخ لو حنا عابدين وحي ييري كران ما باهبا ما جمادات بي عابديان اما اموات بي عابديان ودرودا لو موجينيا بل ييره با ليدي وانا توبيخو والله عنانان يا عقل الدرد وذا مركا لموجين اياه مركا او ييرا ومركا لو ييرانا فسألوه ما يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إبآس كون أدلادين إلهي بشركا ليهن وآلهة بل او ييرا او وحنو أنه مخلوقات كو سمايني بوحكم إذا كو سمايان
إلهي وحي ليانو مخلوقات قاربان ونعمائي قارنا وحويان وحن قليان وقدري حالات هذا حكمة إلى علم إلى حكمة إلى كنستي بل انت ضوي يردان وحا وحكم إذا الصميان احنا إلهي بلوها كانوا حبوا أبو راي بلوحا أبو راي ضدوا إلهي ونعمائي ويقوا أبو رسموا الرابو كيران بلهو كيران قارحا نصني إلهي عاف ماتسي بلها الصيان هل يمكن ذلك؟ لا يمكن مجماد با طاقه بنكر ما مد انت با طاقه بنكر ما مخلوق انا ودي سغارسين با قبنكر وا مايا انت دبي بلا حقيقتودي كو ربي ولا يملكون ملها اثقال ذره ذره وحل ميزانه ذره وشيء ويربا ليري اما قرانجده يرعس عس وحل ميزانه ملها في سماواتكم ملها ولا في الارض دوكنكم ملها وتتكوبان عجز قود القموشي وح يجو إليه وح أويرنا عن غذاء والسماوي كوي على مدل كوي على مترو لا يملكون شيئا حلو شيء ذا على وجه الاستقلال هذه القرى هذا لا شيخ وليه هرجيس شن قريب كلها يا بربرنا وح كلها ورشد وين بكلها يا جبيل أنا بير بكلها حلا ذا حد كل جوابه سه ملكي بني آدم كان نول لقام فينا يا والملك على وجه الاستقلال وإن السي مضح بنان وحيش وحنا يدد كلينا نقع لنا سي مضح بنان وما العدي وح إياقوا يا أبورتين ورطماها إلهي با أبوري صبع إلهي با سي سيد الدوران وما يلان كران سي حلالة إنا كوية شامبو إلهي سبحانه وتعالى وكوة جبي سيد الدوران وما التصرف كران ninka imiga guriga ali hadduu aad dabban suuray waan gubaya oo xaqiya ma guba ma iska daamiya la oranay oo xaraam baa la oranay inaad gubto waan ku dambabaysaa inaad gubto taas maxay tusinaysaa hal ahaadaan laakiin mulki milkigoodi la anshado mutlaq ma mid siideysa wa muqayyad wama allahum ugumasugna iyaga fiihima samooyinka iyo dhulalka min shirkin wax shuraako ah وشاركم الله وما له إلهي أمصقنا منهم حق وضع أمصقنا من ظهير أي من معين من إلهي كالما إياه ولا تنفع أنفع ميسو الشفاعة الشفاعة حدا أنفع ميسو عنده إلهي يكتس إلا لمن مد مويانه أذين وقلاضي إلهي له إساق وقلاضي يعني ولا تنفع شفاعة ولا تنفع شفاعة شافع مت شفاعة هذا شفاعة دي أنفع ميسو عنده إلهي أكتس إلا لمن مد موياني أذين وقلاضي إلهي شفاعة قاد كله يساق وقلاضي مركا أيضا إيادو نكمفق أيدي هوري معنى يدو اسك واضح إلهي سبحانه وتعالى وحكم وكي عجز معبودات المشركين مشركين تعبا عبودين عجز جود افرصفوا الشاغي استفاد الكواد وانهم لا يملكون شيئا منفردين بملكه من دون الله واين انا وحب الله هاين لا انشيسا الا غونيين استقلالا سمدح بنان ولا على سبيل الشرك وما لها ان اله الا ليهين وما له منه من ظهير اي ليس لله معين يعين على خلق شيء أو حفظه مدي كم يدو إلهي كعاوي شيء أبو رستي أما إله لنتين متشره هم أضعف وأعجز من ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إله لمن أذن له شفاعة إله يكتس لك شفاعة قد أنه أحبط تري ميسو مدو إلهي وفصحين وشفاعة قد مياني عدو إلهي وفصحين وشفاعة قد مياني عدو إلهي وقراني إلا شفاعة قد أنا متشرته إلا بالتوحيد كل انتهي مويانه إذن ما يجعلونه صابا للشفاعة هو في الحقيقة مانع من الشفاعة وحنا الشفاعة الصاب وقال لقيان وشركة عبادة غير الله ومانع من الشفاعة وح شفاعة الديدية وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ظالم كان لكن مشرك باله قد شيئا مشركين تشعيدوا الشفاعة قادم الله شركي كواي شفاعتي
شفاعتي حتى أنبياء إيه الرسل إيه أولياء إيه الصالحين تو إيه الشهداء إيه شفاعة قضية. إذن من يجعل الشركة صواب للشفاعة مجنون غافل قف كالشركة كالدقان يوضو شفاعة كقارو وقف والا أو مغفل أما قف بوهان وفوراروي شركة وشفاعة وكاور استاقية شفاعة كوهي لميس شفاعة محلو قوهي لا التوحيد لأنه حاجة دمبايرو كواركي دونه وهي آية داني مقصود كالكين لقاتو سيني الساعة فيها نفي الشفاعة إلا بإذن الله وحياتي كتير تشفاعة إلا الديدي إلا يقول شيء سينكون عدم ويان ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وهذا دليل على أن شفاعة ملك لله فسنم حي الدليل تا شفاعة إلا إله إسكلي دون غير عدك الآن الهين وهذا يقتضي أن يعبد وحده ولا يعبد غيره ما ردوا إلهي شفاعة كليدي لي تاسم حكر نلاني إن إلهها سوقنا العابد وعيد كلاي أن شفاعة وحبا كل هاين أن العابد آيات داني وآيات دا إلهدين العلم قاركوت إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وحا أي حددد أسي بيساقيت كشركة وقف كفاهمة آيات دان يكون رغمة قيد كالشركة حديدة قلبي يسوي كتسيبيس يعني لا يكون للشرك مجال في قلبه شركه قلبي يسميه كويا للماية ابن القيم رحمه الله تعالى أي علماء الصادر كميدا علماء التوحيد من هذا الكيس وصور نقليا يعني متبسوا لقبا سليمان بن عبد الله تيسير عز الحميد كهذا الكيس ابن القيم كصور نقليا يعني. وكذلك عبد الرحمن الحسن كتاب كيس قرة عيون الموحدين إمام كمصنف كائنة باب كي حتى إذا فزع عن قلوبي مسائل كي سوابك كشها قيبا عيد الشيقي وعيد لا يدري وتكهر رئيسة بل قيب كمدي حتى إذا فزع عن قلوبهم أي آياد لطها يكهر رئيسة وسيد الشلعين وآخرين ويوحك استوى صوابك كره قف بني آدم وعاقلي إنه مخلوق وحوية وحك الدونه ايه عيدني ديدو الباب كاي وحده وين درس ان شاء الله كوشاغني عدا وحوي ديسنسا دي واحد وي ديسنسا واني عدا سيلاده سي مدح بنان اي ولاده اما واني واخ كوليداي اما وا عدا لا اني غعن او غيستاي ودي ماركا واخ كاغا قادي كرتو عدا هوراي وخه كو ترين اما وا انو عدا ارغا كاغا نوقن كرو وخه كو ويدين كرو دي انتي بو لديد كم عليه وام حي يعني مخلوق وصي وحكوه تراوي ما ترتبع مركاو حبي سقى كواب صامنه الله سبحانه وتعالى خالق عابد عبادة خالصة له وإله سبحانه وتعالى بري طيب قال أبو العباس بويري أبو العباس وأحمد بن عبد الحليم بن التيمية الحراني مرجع الكتاب كبلاء بن الشجنة واحد هذا كير مجيء عيسى كم الشجوة وهي كتاب ك ده واحد اللي روحه كوال اللي في شيخه سقوط شو جاي بصرة عراق خرافات كيرشير كقول ما شاهد بوجو بدنا ابن التيمين هاد بالله كان عبا مرجع ده عدو مجيء عيسى كم حسوا على قدرك غير كده اللي مجيء عبا وعراران وأنا مسألة مهمة هي حكمة غالية قف كداعجة يتهين واستعماله وهذه ضد كتصالان أي كدي ديان داد بعضو تكتي شركة كوبا ليسن هداد محمد بن عبد الوهاب يا ابن التيمية سؤال القاضي وإكاد دي ضيان دي ابن عبد الوهاب يا ابن التيمية أي مدرس دي انت واحبضان بيوترين لكن دي آيات حديث طورة معها مركا آيات كي حديث دي دليشن كيرين وقاضي وكوادتك كواني ومقع آي كاد دي ضيان دي حباس سؤال القاضي وصنكا كمر مرينين قصة الشيقان العلم يقار كود نين شيخة وهندية ودرسي وحويان ليقى تشيرو أرضي لها مركزو درسي قد ما ايو وعكو ختيم تشيري هباري ين عدل وهباري ين عدل اي محمد بن عبد الوهاب دابتنا نين مكتبتنا ولها
in markaa muslim oo ahlu tawxiida ayaa kitaabka soo qaaday oo magacii sheekha ka jaray. Tara sheekh bal kitaabkaas soo yara egeeg buu kitaabka bal warbixin iga sii kitaabkii uu soo akhriyey kitaabii ka warramay uu xaggaad ka keentay kitaabka su ka warran kitaab waa kitaab aad u fiican buu Sayyid Maxamed bin Cabdulwahaabkii aad nacdali jirtay baa qoray maalintaasuu isbedelay habaarkii nacdashi muxuu ku bedelay ducuu ku bedelay ilaan هذه الكتب ليس فيها إلا آية من القرآن أو حديث أو أثر عن السلف أو فائدة مستنبطة من الآيات والحديث والآثار مركا قفك متجرد للحق حق دونيا هذه كتاب كأوت أي توس إسو أركان وحن كو أركي مايو دو إلهي هنو الله دوني وكو قنعيا لكن انت بضان ضد كان والوبها لقلي ضد لوغا شاكيه بينو القولي محمد عبد الوهاب نبي نمو شاكت iyo nin baa nebiga ku saliyo markaa uu seef qoorta kaga jaray dad baa turaahaadka loo akhriyey oo magaca gebigiisaba ka xaraaqaya markaa dadkaasoo kale aayaadka iyo axaadiista iyo xataa culimo kale culimo tawxiida baa jirto dee kutub qoray oo laga yaabo inay ku qanacaan haddii xanafiye yihiin caalim xanafiye baa la helayaayo min ahli tawxiida u akhri kitaabkaas duu shaafici yahay waxa weyaan tajriidu tawxiid iyo kutubta lamidka ayaa la helayaa nacam قال ابو العباس وحر واي ابن تيميه نفى الله الى هي وديدي عما سوى عده كسو هدا وا وديدي كل ما شيء دمانته يتعلق به اي اسك لا لاديان اي كدغان المشركون مشركين تو فنفى وحديده الى هي ان يكون انه اسغنا ده لغير اسغ عيدان هين ملك لهانش بكسر الميم ملك تصرف بضم الميم أو قسط أما قيب منه ملك ملك ملكي كمذا الله أنشاء كمذا أو يكون أما ينو أهذا عونا إذا كالمي لله إلهي أو يكون منه إنه حق يسكا هذا عون من الله ما يكون إنه أهذا هو يسكا عونا لله معين لله ولم يبقى مهر إلا شفاعة وحيا يرون الله وحبين وقلت ترى ينبا وصدح ذا سمر كيلا صواف جري شفاعة بعدي فبين وحو عدي إلهي أنها شفاعة لا تنفع إنا لينفعها إلا لمن مد مويانا أذين الله هو قلادي الرب ربي يعني إلا شفاعة من مد شفاعة مويانا أذين الله يساق هو قلادي شفاعة الرب ربي كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا الكريم التيمي وحوك يعني تفسير أموية آية دا أفرتي الرموت إلهي أدي دي وحيابي عابودين أيام بوينوشاقي فهذه شفاعة تبور شفاعة التي تاسو يظنها المشركون مشركين تو اي ملايين ايين الى جيرتو هي دو منتفيه تو ميدان جيري يوم القيامه فعدنا ملايين ايين معبودات كود انه شفع قاضيان وميدان جيرين ومعبودات كود ما شفع قاضيان هدي كو شفع قادا اي كو جيران نس ملائكه اي انبياء اي صالحين ترى ايغو ما شفع قاضيان وايو شرط ديغا او شفع قاضي لاهين با مقن وا توحيدك كما نفى القران سد القران كو ديدي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي حكوا الرمي أنه يأتي إنه إيمان إلى العرش وفيسجد سجود لربه ربه سجود ويحمده إلهي وأمان لا يبدأ بالشفاعة الشفاعة كوب إلهي ما هي أولا مركة وربا كان النبي عليه الصلاة والسلام مركة يدد قرآن وشفع قاد شفع ونسكب إلهي ما هي حسن سمين يسجد تحت العرش إلهي وأمان وسجود سنانية إلا إلهي وراده سجود كتوصو وحد دون يسأي ويديس شفاعة قط مركا دون يساقو شفاعة إسكال لا يوسك بلعب الله لكن يساقو ما الله إلهي بالي مركو إلهي ويدمون ببلعبية ثم يقال له حلقونا ارفع راسه كما ذا حاوة كروقات وقل دا يسمع والواجيبية وسل ويديس تعطى والغسينة وشفع شفاعة قط وشفع لقا شفاعة قبلية وقال وحر الله النبي وحكور أبو هريرة من أسعد الناس ذاتك يا وجو ليسلك بشفاعتك شفاعة ذات قال وحوري من مدبا وجو ليسلك قال يري لا إله إلا الله خالصة من قلبي حال قلبي قيسة أي كنبتها ومخلص وياي فتلك شفاعة شفاعة ذات لأهل الإخلاص بيقول عيسى أي لأهل التوحيد بإذن الله هو يقول عيسى ولا تكون هو هان ميسو لمن أشرك بالله مد إلهي وشريكي إلهي وشركي كل إنتي
كاس عندنا وشفاعة قادمة يسكن. لا أصنام تعابدي هي أموات تعابدي وشفاعة قادمة، ولا أنبياء الرسل هي أولياء صالحين شهداء وشفاعة قادمة. وإن الشرط دقيقة وإن وقفك الله شفاعة قادمة أهل التوحيد يعني. مرقى حديث كان شفاعة خاصة بكاضلية لكن لا صعوب. شفاعة لأهل الكبائر هي شفاعة كدم بيها. لكن شفاعة لأهل الموقف ورسولك وشفاعة قاضية سلوك الحكومة. تاسي إذا توحيدك شرط أماها. خلايق لو نبو شفاعة قاضية قال يا مسلم. لكن دي شفاعة اللفتية دميد وحطة رئيسة ماها قال هذا. ومرك لك الحكومة الكيل الجينية ما تشنو. ما ينار بالو شوية. وحقيقته بولي أرن كان حقيقة سوى حوية أن الله إلهي سبحانه هو الذي كان يتفضل يعني كما نيسان هي نعمديس على أهل الإخلاص وفيغفر اللهم قدام بدافية بواسطة دعاء من مد دعاء دي سيبتد بقدام بدافية أدين الله هو إدمي أن يشفع إنه شفع قال ليكرم وصي كان إلهي أمة موسى وينال أقرى المقام المحمود وحكمة الشفاعة كترتها القواعد الأربع نقصة أرقنا شفاعة حقيقة دواء ووح إلهي بحين أيو وصين أيو أهل الإخلاص ودام الدافي يدير تشكر له وقاد أيو نار قار لقصة صار أيو الدعاء دان داد كان أهل الخير كي يدعين أيانا والسبب وحان الصباب لو قرد يقاي أرنكا إلهي ابتدان وهو سمين كريي عدا شفاعة قاد إيسا سيارين تالله قمع موسو فشفاعة الشفاعة التي شفاعة سو نفاها القرآن قرآن كوديدي ما كان فيها شرك وتشرك وكتشره إلهي عدانا هين لويديستو أما إلهي عدانا أنت العابد الله يرادو وعنو عابدية سو يقول شفاعة قاضو ولهذا الساوي قد أثبت تواسق إلهي الشفاعة الشفاعة بإذنه يقول شفاعة قاضو في مواضيع أبو كسوة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحو عدي أنها شفاعة داسي إذن كإلهي كود عيسا لا تكون إنا نحاصل هين إلا لأهل التوحيد قد التوحيد كويه الكامو يعني يو الإخلاص انتهى كلامه باختصار هذا الكشيخ وسوق أبي سكوم وشاقي وحانو كويا هذا الكشيخ الإسلام بن تيمية مجموع الفتاوى مجلد كالتضبات صفحة سديد التضبات مجموع الفتاوى مجلد كالتضبات صفحة سديد التضبات والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.